أحسن الله إليكم. الأخ أيضا له سؤال آخر، يقول بالنسبة لسجود السهو في النقص والزيادة كيف يتم مأجورين؟ يتم أنك تسجد مثل ما تسجد للصلاة وتقول سبحان ربي الأعلى كما هو في سجود الصلاة، فإن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل الصلاة، وإن كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد الأفضل أن يكون بعد السلام. نعم.